رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد أن الدولة تتخذ إجراءات لزيادة عدد السائحين الوافدين إليها. شكري يشارك في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية وسط توافق الرؤى لدعم تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. مع تواصل معارك السيطرة على مدينة سوليدار الأوكرانية، موسكو تؤكد أن أهداف عملياتها العسكرية ستتحقق وتهدد باستهداف الأسلحة الغربية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال لقائه وزيرة البيئة لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث تناول اللقاء جهود الوزارة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار المتضمنة قيامها بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة لما تتخذه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بصورة مضطردة. وخلال اجتماعه مع وزير السياحة والآثار لمتابعة جهود الوزارة في ملفات العمل المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية والترويج لها في المحافل العالمية وبلدان العالم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك التنسيق إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المشترك سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك. وخلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر السفير ميكالي كورارني، أعرب مدبولي عن تطلع مصر للبناء خلال الفترة القادمة على الزخم الإيجابي للقاء الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ. من جانبه أعرب سفير إيطاليا عن سعادته بفرص التعاون المتنامي مع مصر في مختلف المجالات، مشيدا باللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا خلال الفترة القليلة الماضية. كما استعرض السفير الإيطالي عددا من مجالات التعاون الجديدة المقترحة مع مصر خلال الفترة القادمة، وذلك في مجالات الطاقة والنقل البحري والاستصلاح الزراعي وغيرها. انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. كان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ويشمل المحور السياسي 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها. وأوضح المركز أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 362 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 84 طن. أما في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي فقد تم ضبط 260 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 17 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 386 قضية، من بينها 116 قضية خبز ناقص للوزن و103 قضايا لخبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت 353 طن. كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الجلب والترويج، وهو ما يجنب البلاد أثرها وتداعياتها السلبية. في ضربة أمنية قوية تعكس دقة عمليات الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة لخطوط سير العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، اعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو عبر البحر الأحمر وترويجها على عملائهم بباقي محافظات الجمهورية، وتمكنت من إحباط محاولة استلام وجلب المواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية قبالة سواحل مدينة سفاجة، وتم ضبط 3 أطنان من مخدر الهيدرو ونحو طن من مخدر الحشيش وقطعتين سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية ومبالغ مالية ونظارة ميدان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 142 مليونا و500 ألف جنيه. ومع تواصل ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإجرامية الضالعة في تهريب المواد المخدرة، فقد شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دوائر أقسام شرطة مطروح والضبعة وسيدي براني مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو و76 ألف قرص لعقار الترامادول وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وأسلحة نارية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وسبع سيارات ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 74 مليون جنيه. ومن نطاق مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وأسفرت عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم 3 كيلوغرامات من مخدر الآيس ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4 ملايين جنيه.
واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة، خاصة عقار الكبتاجون، وترويجه على عملائه بنطاق محافظة الشرقية، وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 60,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة المستخدمة في التصنيع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2.5 مليون جنيه. نجاحات كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية في مجابهتها الحاسمة لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، تسهم في وأد مخططات إغراق البلاد بها وتلافي آثارها وسلبياتها على المجتمع. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الرياض. شهدت المشاورات حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. هذا وقد اختتمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها في لجنة التشاور السياسي المصري السعودية، حيث تم التوافق على عدد من القضايا التي تخص المنطقة.
كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد بالرياض لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء المغلق بين الوزيرين يأتي قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية. كان شكري قد بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يشارك في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى لوزراء الخارجية بين البلدين. هذا ويعكس انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزراء الخارجية بشكل دوري حرص الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما يأتي انعقاد اللجنة اتصالا بجهود البلدين المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابل، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى جوبا بجمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وأوضح مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان سيجري خلال زيارة مباحثات مع رئيس الفكار ميردات تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك. ويرافق رئيس مجلس السيادة وزير الدفاع المكلف إبراهيم ياسين إلى جانب مسؤولين سودانيين. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن زيارته إلى ألمانيا تتضمن خطط عمل مشتركة بين البلدين ومذكرات تفاهم. جاء ذلك قبيل مغادرته بغداد متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة إضافة إلى رجال أعمال. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الزيارة تتضمن بنودا هامة تتعلق بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خططا واعده للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركه سيمنز في مجال الانتاج والنقل والتوزيع، مشيرا الى ان الزياره ستعرض لفرص مهمه في مجال الغاز الطبيعي وكذلك فرص اخرى في قطاع البتروكيماويات الى جانب بحث التغيرات المناخيه. كشف رئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن عزمه تشكيل مجلس أعلى للمياه، موجها بأهمية تركيزه لترشيد استهلاك المياه والاستعانة بطرق الري الحديثة. وخلال استقباله وفد اللجنة الوطنية لإنقاذ الأهوار، أكد رشيد ضرورة الاهتمام بالأهوار واستثمار كل جهد ممكن لتوفير الحد المطلوب من المياه لإدامة عمل النظام البيئي فيها، موضحا أن تكثيف الأهوار كان جريمة بكل المقاييس، ولا يزال العراق يدفع ثمن آثارها السلبية. دعت الولايات المتحدة إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الصليف على البحر الأحمر
غربي اليمن. جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، حيث ناقش الجانبان متابعة التقدم المحرز بشأن إطلاق عملية ناقلة النفط صافر، إضافة إلى الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في اليمن. وأرابت المسؤولة الأمريكية عن دعم بلادها القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في اليمن وفي المنطقة حال انفجار الناقلة صافر، مشددة على ضرورة تنفيذ العملية بشكل فوري. أعلنت الإمارات تعيين سلطان الجابر وزير الصناعة والمبعوث المعني بملف المناخ رئيسا لمؤتمر المناخ كوب 28 الذي تستضيفه بلاده هذا العام. ووفقا للبيان فإن الجابر سيعمل على وضع جدول أعمال مؤتمر كوب 28، وسيلعب دورا محوريا في المفاوضات بين مختلف الحكومات للتوصل إلى توافقات في الآراء. قررت مجموعة دول الساحل الغربية نقل قواتها أو مقر قواتها المشتركة من مالي إلى عاصمة النيجر نيامي. وفي بيان أكد وزراء دفاع موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو عزمهم وصلاة جهود مكافحة الإرهاب في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. وأعلن الوزراء عن مصادقتهم على الهيكلة الجديدة للمجموعة وإعادة تنظيم قوتها المشتركة بما يمكن من إعطائها قوة دفع جديدة ويرفع من قدراتها القتالية. قالت الرئاسة الروسية إن تعيين القائد الجديد للقوات المشتركة في أوكرانيا يهدف إلى توسيع نطاق العملية العسكرية. كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد عين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غريسيموف قائدا عاما للقوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا ليحل محل سيرجي سوري فيكين بعد 3 أشهر من تنصيبه. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، مؤكدة أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية. وفي مؤتمر صحفي أضافت زاخاروفا أن عدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة، خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشرية. أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، ونود أن نذكر بأن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية وسيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها. لقد قلنا ذلك بالفعل عدة مرات. وعدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة، خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشري. إلى ذلك قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إن الجيش الأوكراني يقاتل من أجل الاحتفاظ بمدينة سوليدار بشرق أوكرانيا. وأكدت المسؤولة الأوكرانية أن الوضع صعب على الأرض في ظل معارك وصفتها بالأشرس مع القوات الروسية، وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين يقاتلون بلا توقف. وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة بخموت، وذلك بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار شمال شرقي بخموت. أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن المعركة مستمرة على جبهة سوليدار، موضحا أن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها. ومن جهة أخرى قالت قوات موالية لروسيا إنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونسك بشرق أوكرانيا بالكامل وقتل المئات من الجنود الأوكرانيين. معارك طاحنة شهدتها جبهة سوليدار بين الجيشين الروسي والأوكراني، يستقوم وحدات من قوات موسكو بمحاولة السيطرة على المنطقة، فيما تقاوم القوات الأوكرانية محاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب. وفي آخر تطورات هذه الاشتباكات قالت قوات موالية لروسيا إنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونيتسك شرق أوكرانيا بالكامل مع مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين.
مصادر ميدانية أوضحت أن الجيش الأوكراني يقوم بإرسال المزيد من الجنود إلى جبهة السوليدار للقضاء على مقاتل القوات الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح على ذلك المحور. الجانب الروسي أكد أيضا أن قواته تجري عملية تمشيط لمدينة السوليدار ومحيطها، موضحا أن الجنود الأوكرانيين يختبئون في السراديب والمباني السكنية. موسكو استهدفت سوليدار لتصبح منصة انطلاق لمهاجمة مدينة بخموت القريبة التي صمدت لأشهر في مواجهة القوات الروسية، وهي مركز لخطوط الإمداد في شرق كييف. وفي خطوة من شأنها حسم المعارك بين الجيشين الأوكراني والروسي، وبعد شهور شهدت انتكاسات في ساحات القتال، عينت موسكو الجنرال جراسيموف رئيس أركانها قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا في أكبر إعادة تنظيم حتى الآن لهيكلها القيادي العسكري. الرئيس البولندي أندري تودا أعلن خلال زيارة إلى أوكرانيا أن بلاده مستعدة لتزويد كييف ب14 دبابة ثقيلة متطورة من نوع ليوبارد 2، على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل حاليا على بنائه، مشيرا إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات تسليم هذه الدبابات. وبدوره رحب الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتصريح نظيره البولندي، موضحا أن بلاده تتوقع قرارا مشتركا تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد 2. قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن وفدا برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليغ ساليكوف زار البلاد لتفقد الاستعداد القتالي للقوة المشتركة بين البلدين والمتمركزة في بيلاروسيا. وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاليري غريسيموف في أحدث سلسلة من التعديلات في هيكل قيادة القوات الروسية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 36 مواطنا بريطانيا إضافيا في القائمة السوداء، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي وكالات حماية القانون والصحفيين. وذكرت الوزارة الروسية أنه على خلفية النهج المعادي لروسيا من قبل الحكومة البريطانية التي تواصل بنشاط تطبيق آلية العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة موسكو وعزلها على الساحة الدولية، تقرر إدراج بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وبعض ممثلي الهيئات الأمنية وكذلك الصحفيين في قائمة العقوبات الروسية. قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكاليكوفا إن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى. وأشارت موسكا كاكولوفا إلى أن تصريحاتها السابقة حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وسيء فهمها، وأنها كانت تشير إلى عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم في السابق، وذلك عقب إجرائها محادثات مع وسيط حقوق الإنسان الأوكراني دوميترو لوبيت في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر. نشرتنا متواصلة معكم وفيها كوريا الجنوبية تلوح بامتلاك أسلحة نووية حال تزايد استفزازات جارتها الشمالية. خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.7% في العام الجاري، وأرجع البنك الدولي هذا التراجع الحاد والمستمر في النمو لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات والاضطرابات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
في ظل تزايد التأثير السلبي لرفع البنوك المركزية عالمياً لأسعار الفائدة واستمرار التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو للعام الحالي إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول. توقعات البنك الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في العام الحالي، وهي أبطأ وتيرة نمو خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020 منذ 3 عقود تقريبا. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو من عام 2022، توقعت المؤسسة العالمية أن يبلغ النمو الدولي 3% في العام الحالي. البنك الدولي شدد على أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته للنمو إلى 0.5% للولايات المتحدة واستقرار الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، ربما تكون نذيرا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من 3 أعوام من الكساد السابق. المؤسسة الدولية أوضحت أسباب اتجاه الاقتصاد العالمي إلى الركود، وأبرزها الظروف الاقتصادية الهشة دولياً، خاصة وأنها ستتأثر بأي تطور سلبي جديد مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كورونا أو تصاعد التوتر الجيوسياسي بالأزمة الأوكرانية. ووفقاً للبنك الدولي، فإن التوقعات القادمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات، الذي من المتوقع حاليا أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستشحن 35.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية. كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح بأن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال أوروبا. وفي نهاية ديسمبر الماضي أكد نوفاك على أن السوق الأوروبية ما زالت مهمة لموسكو مع استمرار نقص الغاز، مشيرا إلى أن لدى روسيا كل الفرص لاستئناف الإمدادات. أعلنت رابطة الأعمال الأوروبية تراجع مبيعات السيارات الروسية 58.8% في عام 2022. وقالت الرابطة إن المبيعات تراجعت 50.2% في ديسمبر الماضي، وكانت صناعة السيارات في روسيا واحدة من أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد بعد فرض العقوبات الغربية العام الماضي على خلفية العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا. قالت السلطات الأوكرانية إن كييف ستنظر في اقتراح من نيجيريا يتعلق ببناء مركز لوجستي مخصص لتوصيل الحبوب والمنتجات الغذائية، وعقب اجتماع عقده مع وزيري الشؤون الخارجية والزراعة والتنمية الريفية النيجيريين. قال وزير الغذاء والسياسة الزراعية الأوكراني ميكولا سولكاي إن أوكرانيا مهتمة بتطوير مثل هذا المشروع اللوجستي، وهي مستعدة للنظر في التفاصيل. هذا وقد ناقش الجانبان الأوكراني والنيجيري إمكانية إقامة تعاون وتوسيع للعلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما إنشاء مركز لوجستي لتوصيل الحبوب والمنتجات الغذائية بانتظام. في الصين تسارعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى مع تذبذب الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الشهر مع ارتفاع عدوى تفشي كورونا. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري.
قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إن تصريحات الرئيس يون عن إمكانية حصول كوريا الجنوبية على الأسلحة النووية كانت تعبيرا عن التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة ضد التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية. وفي بيان أشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية قد شدد في تصريحاته أيضا على أن بلاده يمكنها أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحتها النووية الخاصة إذا اشتدت استفزازات كوريا الشمالية، مؤكدا أن مبدأ الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي ما زال قائما. 360조 원으로 확대하고 대한민국의 수출 영토를 شددت وزارة الخارجية الصينية على ضرورة ألا يضر التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليابان بمصالح أطراف ثالثة أو يقود السلام والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وان بين تعليقا على الخطط الأمريكية اليابانية لتعزيز تحالفهما للمساعدة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية والصين والتي وصفوها بأنها أكبر تحد أمني في المنطقة. يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كندا لإجراء محادثات مع نظيره الكندي جاستن ترودو لتبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية الأخرى مثل قضايا الغذاء والطاقة. ويقوم كيشيدا حاليا بجولة في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة قبل قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في مدينة هيروشيما اليابانية في مايو المقبل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تتعاون بشكل كامل في التحقيقات المتعلقة بالعثور على وثائق سرية في منزله. وأضاف بايدن أن فريق المحامين الخاص به قام بمراجعة مجموعة الوثائق السرية التي وجدت في منزله وتعود إلى عمله كنائب للرئيس، مشيرا إلى إشعار وزارة العدل الأمريكية بالأمر. هذا وقد أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارتي ضرورة إجراء تحقيق مع بايدن بشأن العثور على تلك الوثائق في منزله. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. أعلنت هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي عودة عملياتها إلى العمل بشكل كامل مع عدم حدوث أي حالات تأخير أو إلغاء للرحلات. يأتي ذلك فيما تكثف الهيئة جهودها لمعرفة سبب العطل الإلكترونية الذي أدى إلى توقف رحلات الطيران والحيلولة دون تكراره، وذلك بعدما أرجئت وألغيت أكثر من 11,300 رحلة طيران أمريكية وفقا لموقع فلايت أوير الإلكترونية. وهذا هو أول توقف عام على مستوى البلاد لرحلات الطيران منذ نحو 20 عاما. هذا وأعلنت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول أن خطأ مهندس الصيانة وراء تعطل نظام إشعارات الطيران في أمريكا، موضحة أن مهندس الصيانة استبدل وحدة تشغيل بنظام نوتام بأخرى مما أدى إلى تعطله، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة. ألقت روسيا باللوم على أرمينيا في انهيار محادثات السلام مع أذربيجان بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، في أحدث مؤشر على الخلاف بين الحليفتين موسكو ويريفان بشأن الصراع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إنه من الصعب تقييم موقف يريفان عندما تختلف تصريحاتهما الروسية بشكل كبير. هذا وتجري أرمينيا وأذربيجان محادثات منذ أشهر للتوسط في اتفاق سلام بشأن ناغورنو كاراباخ. قامت سفينة الإغاثة الإنسانية جيو بارتنس بإنزال عشرات المهاجرين في ميناء مدينة أنكونا الإيطالية على ساحل البحر الأدرياتيكي. وتعد سفينة جيو بارتنس سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود، ونقلت 73 راكبا تم إنقاذهم قبالة الساحل الليبي بعد عدة أيام من الإبحار. وقالت المنظمة إن السفينة اضطرت للإبحار في ظروف صعبة نحو ساحل مدينة أنكونا بعد موافقة السلطات الإيطالية، مما استغرق 4 أيام إضافية، بينما تم رفض طلب السفينة إنزال المهاجرين في جزيرة الصقلية الأقرب بكثير وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود.
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل بعنوان الزيادة السكانية تحديات قائمة وفرص محتملة، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني. تتناول الورشة مناقشة عدة محاور تتضمن إلقاء نظرة حول تقسيم الشرائح السكانية ونسب الأعمار ومناقشة أسباب الزيادة الهائلة في عدد السكان خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى التحديات التي تنتج عن الزيادة السكانية وجهود ومبادرات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وآليات التعامل المنهجية مع هذه الزيادة الحالية وماهية الحلول للتعامل مع الوضع القائم ومنع تفاقمه مستقبلاً. أقامت محافظة بني سويف بتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية معرض السلع الغذائية بمدينة إهناسيا ضمن سلسلة معارض أهلا رمضان، والجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان. المعرض يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار. ناقشت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني العديد من المحاور المتعلقة بمنهجية عمل الوزارة بالخطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة وسير العمل في خطة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة. وخلال اجتماعها مع عدد من قيادات الوزارة ناقشت وزيرة الثقافة خطة خفض وترشيد الإنفاق في ظل القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث وجهت بالاهتمام بالمحتوى وجودة المنتج الثقافي المقدم للجمهور مع إيجاد حلول مبتكرة لخفض النفقات تسهم في سير العمل بصورة طبيعية تحقق الأهداف المرجوة منها. والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا هبة وشكرا إيمان، وتتابعون معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وكذا تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وإعادة الإعمار في ربوع العراق. وعرب مدبولي خلال استقباله السفير العراقي لدى القاهرة عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق. من جانبه تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات. كما أكد أنه سيتم التعامل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في العراق. بحث وزير الترن المدني محمد عباس حلمي مع سفير الصين لدى القاهرة ليولا تشانغ تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، كما تم مناقشة استراتيجية قطاع الطيران المصري والمشروعات الحالية التي تهدف إلى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية بين مصر والصين، حيث تعد مصر مقصدا سياحيا هاما لدى الشعب الصيني. والأخبار البورصة، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع للمؤشرات باستثناء EGX70 وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1020 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة،
بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2807 نقاط، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية، وصعد خام برنت بنسبة 1.69% ليسجل مستوى 84 دولارا و10 سنتات للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 78 دولارا و37 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.97% لتصل إلى 3 دولارات و18 سنتا للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل 3 دولارات و9 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.1% في نوفمبر، وهذا هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كورونا. وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر الأسعار المستهلكين في ديسمبر بنسبة 6.5% وهو أقل صعود له منذ أكتوبر من عام 2021، وكان نوفمبر قد شهد ارتفاعا بواقع 7.1%. كان هذا آخر ما لدينا من أخبار اقتصاد. أعود من جديد إلى هبة حسين وإمام منصور. أشكرك محمد. شهد عام 2022 أحداثا فنية كبيرة أدخلت البهجة والسرور على المصريين، ولكنها شهدت أيضا رحيل العديد من النجوم البارزين. لعل أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي الفنان أحمد الحجار والفنانة مها أبو عوف والإعلامي الكبير وائل الإبراشي. في ختام النشرة إليكم تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد أن الدولة تتخذ إجراءات لزيادة عدد السائحين الوافدين إليها. شكري يشارك في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية وسط توافق الرؤى لدعم تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. مع تواصل معارك السيطرة على مدينة سوليدار الأوكرانية، موسكو تؤكد أن أهداف عملياتها العسكرية ستتحقق وتهدد باستهداف الأسلحة الغربية. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.